طيب احنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن probability mass function وعن discrete probabilities، وهنتكلم كمان شويه ليه اسمها probability mass function، ليه اختاروا لها الاسم ده. بس دلوقتي انا عايز ابدا اتكلم عن discrete، عن ال continuous probability distribution. قبل ما اتكلم عن ال continuous probability distributions، تعال ناخد بس نفكر كده في حاجه صغيره. ايه اللي هيحصل لو انا عندي n discrete choices، n discrete choices زي دول كده؟ هنا ال n بيساوي 5، بس انا عندي n discrete choices عموما، وانا بقول ان هم احتماليتهم كلهم زي بعض، او ان الديستريبيوشن يونيفورم، احتماليه نتيجه امتياز زي جيد جدا زي جيد زي مقبول زي تسقط يعني. فساعتها هيكون احتماليه كل حاجه فيهم ايه؟ لو فكرت شويه هتلاقي ان احتماليه اي تشويس اكس اي من التشويسز دي هتكون بتساوي 1 اوفر ان، مش كده؟ لو عندي يونيفورم ديستريبيوشن، ده اسمه يونيفورم ديستريبيوشن. حلو، تعال ناخد الفكره دي ونحاول نروح للكونتينيوس كيس. تعال تخيل ان انت عايز تمدد دلوقتي احتماليه ان طولك يكون طول معين. فانت عندك اكس، ده بيريبريزنت الطول، ومثلا طول الانسان نقول مثلا احنا عايزين نميجر الرينج من اول 20 سنتي لحد مثلا 220 سنتي، 220 سنتيمتر. طيب الفكره ان الطول ده حاجه كونتينيوس، ممكن يكون طولك 20 20.1 20.111 20.123 وهكذا. انت عندك عدد لا نهائي من الاحتمالات، infinite number of choices، ماشي؟ طيب for simplification تعال نفترض ان احنا ان الديستريبيوشن يونيفورم، ان احتماليه انت تكون 20 سنتي زي احتماليه انت تكون 220 سنتي زي احتماليه 150 زي 120 وهكذا. في الحاله دي هتلاقي ان probability of xi هتساوي ايه؟ لو انت مشيت بالتعريف الطبيعي للبروبابيلتي اللي كان فوق ده، هيساوي 1 على n، بس ال n بانفينيتي دلوقتي، وبالتالي البروبابيلتي هتكون بصفر. في الحاله دي لو انت عندك infinite number of choices، فالبروبابيلتي of any specific choice هيكون بيساوي صفر، لان انت عندك infinite number of choices. بس في نفس الوقت اكيد دي مش نتيجه عجباني، انا عايز اعرف اوصف البروبابيلتي ان انا فعلا اقدر اقول ان احتماليه ان الانسان يكون في الرينج ده مثلا من حوالين مثلا مش عارف 170 مثلا او 150 مثلا مش عارف 160 اعلى من احتماليه ان هو يكون عند ال 20، واعلى من احتماليه ان هو يكون عند ال 220. فانا عارف ان في زي شكل زي كده انتويتيفلي كويس بالنسبه لي، بس في نفس الوقت انا عارف ان انا ما ينفعش ارسم شكل زي ده واقول ان ده probability distribution function او probability function، وما اقدرش اقول ان احتماليه ان الانسان يكون طوله مثلا 150 هو ارتفاع الفانكشن دي. ليه؟ ان لو الارتفاع ده مثلا 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 كان نقول مثلا ايه 70% او 7 من 10، فالارتفاع اللي جنبه كمان 7 من 10 واللي بعده كمان 7 من 10 واللي بعده 7 او 8 من 10 9 من 10 قاعد زي كده، هتلاقي ان مجموع كل الاحتمالات دي انفينيتي في الحقيقه، لان انت عندك انفينيت نمبر اوف تشويسز، وبالتالي هيكون مجموع كل حاجه كل البروبابيلتيز بين قوسين يعني انفينيتي، وده بيفيوليت الرولز او الاكزيومز اللي احنا اتفقنا عليها في الفيديو اللي فات، ان احنا هنقول ان دايما مجموع كل البوسيبل بروبابيلتيز لازم يساوي 1. وبالتالي الفانكشن دي انتويتيفلي مفيده يعني ظريفه بالنسبه لي، انا عجباني، بس هي مش بتفول الرولز بتاعت البروبابيلتي. انا ما اقدرش اقول ان الارتفاع بتاع الفانكشن دي ات كل بوينت هو البروبابيلتي، بس في نفس الوقت الفانكشن دي عجباني ان هي بتقول لي ان احتماليه ان الانسان يكون طوله من 150 ل 170 عاليه، اعلى من احتماليه ان هو يكون مثلا من 20 ل 25. فبالتالي هي فيها معنى كويس، بس انا مش قادر اقول ان هي بروبابيلتي. فقال لك طيب طالما انا واقع في المشكله دي، تعال نحاول نعدل تفكيرنا شويه. بدل ما ندور على فانكشن يكون ارتفاعها او بدل ما ندور على كيرف يكون ارتفاعه هو البروبابيلتي، تعال ندور على كيرف تكون الاريا تحته هي البروبورشنال للبروبابيلتي. طيب في الكيس دي انا اقدر اقول ان الاريا بتاعه الجزء ده الاي دي كبيره، صح؟ ممكن الونها حتى. فالاريا دي نسبيا اريا كبيره، وفعلا ده بيكورسبوند ان احتماليه ان الاقي انسان طوله من 150 ل 170 كبيره، اكبر من مثلا الاريا من هنا لهنا، من هنا لهنا كده الاريا دي تعتبر اريا صغيره. وبالتالي انا بدل ما اتعامل مع طول او ارتفاع الفانكشن، تعالوا نتعامل مع الارياز. وبالتالي تعالوا نسمي الفانكشن دي f of x، وهنديها اسم كمان شويه. بس انا عايز اقول دلوقتي ان البروبابيلتي ان انسان معين ان x يكون طوله من 150 لحد 170 هي الاريا ايه واحد دي. طيب انا عايز اقول ايه؟ لا بس انا كمان خد بالك انا مش عايزها، انا عايز البروبابيلتي ما ينفعش تزيد عن 1. فانا ممكن اعمل حاجه ظريفه ثانيه واقول ان انا عندي توتال بروبابيلتي اوف الكيرف ده، واقول ان البروبابيلتي اوف ان الاكس يكون 150 ل 170 عباره عن الاريا دي على التوتال بروبابيلتي، على التوتال بروبابيلتي بتاعت الكيرف كله.
فساعتها هضمن ايه؟ ساعتها هضمن ان القيمه دي دايما هتكون اصغر من الواحد، وده هو تعريف للبروبابيلتي. هقول مثلا الاريا دي، طبعا لو احنا عارفين الاريا هي التكامل تحت المنحنى، فهي عباره عن تكامل من 150 ل 170 اف اوف اكس اللي هو الفانكشن اللي انا مش عارف لسه ما اديتهاش اسم، دي اكس اوفر الاريا الكليه اللي هي ان جنرال تكامل من اول الكيرف من سالب ما لا نهايه لما لا نهايه اف اوف اكس دي اكس. فانا ممكن اعرف البروبابيلتي بالشكل ده، وساعتها الاريا دي مش بصفر وريبريزنتيف كويس بالنسبه لي وانتويتيف بالنسبه لي، وفي نفس الوقت محققه ان البروبابيلتي دي اللي هي اي حاجه لازم probability of اي حاجه لازم تكون اصغر من واحد. ده شيء جميل، يبقى بدل ما انا بتعامل مع ارتفاعات بقيت بتعامل مع areas في الكونتينيوس كيس. طب تعال نبص على الترم اللي تحت ده. الترم اللي تحت ده لو انا فكرت فيه بنفس الشكل ده هقول ان الترم ده هو الاريا الكليه، الاريا تحت الكيرف ده كله، وانا بقول ان البروبابيلتي ان اكس من 150 ل 170 عباره عن الاريا دي. طيب اذا الاريا كلها هي البروبابيلتي ان الاكس تاخد قيمه من سالب ما لا نهايه لحد ما لا نهايه، اللي هي البروبابيلتي ان الاكس تقع في اي رينج، بروبابيلتي ان اي انسان يكون طوله اي طول ممكن. يعني بروبابيلتي انك تشوف انسان عشوائي يكون طوله مثلا 10 سم او 20 او 30 او 40 او 50 او 60 اي حاجه، كل الاحتمالات الممكنه. وواضح ان دي تبع لتعريفنا البروبابيلتي اللي فوق لازم تساوي واحد، دي probability of ان الانسان يكون موجود يكون محقق اي choice من الشويس دي، زي ما قلت لك هنا فوق مثلا probability ان اي انسان يكون جايب اي واحده من دول، فهو اكيد واحد ان هو يا اما جايب مقبول يا اما ساقط يا اما جايب يا اما جايب يا اما امتياز، هو ما فيش اي احتمالات ثانيه غير كده. فانا كده بقول الراجل تحت ده تبعا للتعريف اللي انا قلته ان انا هعتبر الاريا هي probability، فده بيقول لك الاريا تحت الكيرف كله ودي لازم تساوي واحد. ده هيضمن لي ايه؟ ده هيضمن لي ان التوتال بروبابيلتي او مجموع كل البروبابيلتيز بتاعت كل الريجنز تساوي واحد. ليه؟ لان الاريا دي في الاخر الاريا دي كلها عباره مثلا عن، طبعا لو انا مفترض ان قيمه الفانكشن صفر قبل ال 20 وبعد ال 220 دي حاجه اقدر انبوسها، يعني هقول ان هلاقي ان الراجل ده اصلا بيساوي الاريا اي نود مثلا هنا بلس مثلا اي نسميها اي 2 بلس اي 1 بلس A3، صح؟ مش دي هي مجموع الارياز دي كلها، هي اللي هي مجموع كل الاحتمالات، احتمالات الانسان يكون طوله من 20 ل 25 بلس من 25 ل 150 بلس من 150 ل 170 بلس من 170 ل 220. ساعتها ده هو مجموع كل الارياز وبالتالي ده هو مجموع كل البروبابيلتيز. يبقى اذا الفانكشن اللي انا بدور عليها اللي هي مش probability mass function زي اللي فوق، فانكشن اسمها f of x كده، لازم تحقق الكونديشن ده، لازم تحقق ان تكامل الفانكشن دي من سالب ما لا نهايه لما لا نهايه لازم يساوي exactly واحد، ما ينفعش يكون اصغر من واحد حتى، لان اصغر من واحد معناه ايه؟ ما ينفعش اصغر من واحد، لان ده هيكون معناه ان انا مش واخد كل التشويسز في اعتباري. لكن لو انا واخد كل التشويسز في اعتباري لازم يكون التكامل ده بيساوي واحد بالظبط. حلو؟ حلو. لما وصلنا كناس بتوع بروبابيلتي يعني للفكرتين دول، فكره الراجل ده وفكره الراجل اللي فوق، لقينا ان فيهم انالوجي شويه لحاجه عندنا في الفيزياء. فالناس بتوع البروبابيلتي قرروا يدوهم اسامي معبره فيزيائيا شويه، قال لك هنسمي البتاع اللي فوق دي هنسميها probability mass function. الفكره كانت في دماغهم ساعتها ان هو بيقول لك تعالى نفترض مثلا ان انت معاك شويه طوب، طوب ديسكريت طوب، كذا طوبه كده كذا زلطه يعني، والطوب ده الماسز بتاعته مختلفه، وانت مجمع شويه طوب بحيث ان مجموع الماسز دي يساوي بالظبط واحد، ده كانه normalization constraint بتاعك. فكانك مثلا عندك مثلا طوبه اسمها جيد جدا، وزنها بروبورشن مثلا 3 من 10 وزنها 3 من 10 كيلو، طوبه اسمها جيد وزنها 3 من 10، طوبه اسمها امتياز وزنها اصغر شويه وزنها مش عارف 15 من 100، طوبه اسمها مقبول وزنها 2 من 10 فاكبر من دي شويه بس اصغر من الباقيين، وطوبه ثانيه اسمها فيلد وزنها 5 من 100 اللي هي اصغر واحده خالص. فكان انت بتجمع شويه طوب ديسكريت وشويه زلط ومجموع الماسز بتاعت كل الزلط دي انت مختار الطوب بحيث ان مجموع الماسز يساوي بالظبط واحد. فاحنا عملنا انالوجي ما بين البروبابيلتي وما بين الماس، عشان كده الناس قرروا يسموها probability mass function. given الانالوجي given ان اللي فوق ده عباره عن ماسز، فاحنا عايزين ندي وصف للراجل ده. فانا عايز دي function انا مش عارف ايه هي دلوقتي، ولكن انا عارف ان التكامل بتاعها لما اضربه في يعني لما اجمع، خد بالك انت عارف التكامل عباره عن الاريا تحت المنحنى، بعمل مستطيلات صغيره كده، بعمل مستطيل كده او عندي ارتفاع ارتفاع الفانكشن وبضربه في دي اكس، صح؟ التكامل هو عباره عن سميشن، فانا عملت ارتفاع وضربته في دي اكس، وبعد كده الارتفاع اللي بعده ضربته في دي اكس، وبعد كده ضربته في دي اكس، فعمال اجمع ارياز. حلو؟ يعني عمال اضرب ارتفاع
في عرض بلس ارتفاع في عرض بلس ارتفاع في عرض بلس ارتفاع في عرض لحد ما جمعت كل حاجه. فقال لك انا عارف او انا قررت يعني ان تكامل اف اوف اكس دي اكس ده هيديني ماس، لو انا في الفيزيكال وورلد يعني هديني سام سورت اوف ماس بالكيلو ماشي، ودي اكس ده كانه طول، وبالتالي الراجل ده هيبقى كانه دنسيتي. احنا كان عندنا انواع مختلفه من الدنسيتي في الفيزياء، يعني عندي حاجه مثلا ماس، عندي فوليومتريك دنسيتي واريا دنسيتي ولينث دنسيتي، اللي هي رو مثلا، رو لينث ورو اريا ورو في، اللي هم كانوا الدنسيتيز دول في الفيزياء. يعني الرو ال دي وحدتها بتكون مثلا كيلو جرام على متر، اللي هو كل متر من عندك مثلا بار حديد او بار مليان ميه او حاجه، كل متر من الميه وزنه كذا، كل متر من البار وزنه كذا. لو انت عشان بتعمل بتوصل سلوك من مدينه لمدينه، فانت عايز تعرف كل متر من السلك بتاعك وزنه قد ايه، فبتقول رو كيلو جرام على متر. وانت مثلا المسافه بين المدينتين 1000 متر او 1 كيلو، فساعتها يبقى انت محتاج ايه، محتاج وزن سلك، تروح تطلب مثلا عايز سلك وزنه كذا مثلا او طوله كذا، ايا يعني كان بقى يعني ده اي كلام. طيب دي بتبقى الاريا دنسيتي، لو انت عندك مثلا زي شيت اوف اي حاجه كده، وانت عايز كل تعرف كل سنتيمتر مربع مثلا وزنه قد ايه، عايز كده. فبالتالي دي بيكون وحدتها كيلو جرام على متر تربيع. علشان تحول من رو A لماس هتضطر تضرب في المساحه، تضرب في اريا، تضرب في متر تربيع، تضرب في مساحه معينه. الرو اللي احنا متعودين عليها بتاعت الفوليومتريك رو عباره عن كيلو جرام على متر تكعيبي، الكثافه اللي احنا متعودين عليها برضو بتكون عندك زي حاجه كده في 3 دي، وبتقول انت كل كيوب كده صغنطوط كثافته قد ايه ماشي. فبرضه لو انت عايز تجيب التوتال فوليوم بتكامل ثلاث مرات، بتكامل على الاكس والواي والزد لحد ما تجيب التوتال ماس، اسف مش توتال، تجيب التوتال ماس بتكامل ثلاث مرات، دي كده فوليومتريك دنسيتي. المهم ان احنا لقينا تشابه ما بين لو انا قررت اعتبر اللي فوق دي ماس، فبالتالي هضطر اعتبر الفانكشن اللي تحت دي دنسيتي، وبالتالي سميناها probability density function. ليه probability density function؟ علشان التكامل بتاعها بيديني ماس زي ما التكامل الطبيعي بتاع الدنسيتي في الفيزياء بيديني ماس ماشي. فالتكامل بتاع probability density function بيديني probability، بينما الارتفاع الفانكشن نفسه مش probability، بينما فوق هنا في البي ام اف ارتفاع الفانكشن نفسه عباره عن probability ماشي. طيب دلوقتي استاذ نبيل في السكشن سالني سؤال، قال لي هو اصلا يعني ايه دنسيتي، او يعني ايه probability دنسيتي، عايز افهم ايه هو معنى الدنسيتي عند بوينت معينه. طبعا هو نبيل، انا ساعات كتير بتلخبط بقول له يا نادر، بس انا عارف ان هو نبيل مش نادر، ساعات كتير انسان بيقول حاجات بيكون عايز يقول حاجه بيقول حاجه ثانيه، زي مثلا ساعات بتكون عايز تروح العباسيه تلاقي نفسك في الموسكي. يعني ايه دنسيتي؟ الدنسيتي هي الكوانتيتي اللي لما تكملها تديك الماس، ده التعريف الفيزياء شويه. او لو عايزين نفكر فيها بشكل ثاني، لو اتكلم على اللينث دنسيتي مثلا، فده معناه ان لو انت عندك exactly 1 متر هتكون كتلة البار، لو انت عندك بار او عندك جزء من بار، عندك بار اهو، عندك بار كامل. تعال نقول كمان، تعال نخليه حاجة ألطف شوية ونقول ان هو بار جواه مية، جواه سائل ماشي. وتعال نقول ان وزن البار نفسه ولا حاجة، يعني وزن اللي هو الفريم نفسه ولا حاجة، والمية هي اللي لها او السائل اللي جوه ده هو اللي له كثافة. فمعنى ان انا بقول ان probability at some point او قصدي ان الانشبرابيتي ان الدنسيتي ات سام بوينت بتساوي 10 مثلا، معناه ان انت لو خدت اسيومنج ان كل متر الدنسيتي بتاعته ثابته، يعني ان كل متر الدنسيتي مثلا عامله كده هنا في اول متر، وبعد كده تعمل كده في ثاني متر، ممكن تعمل كده في ثالث متر، كان انا عندي سائل هنا، سائل هنا، لحظه تعالى نرسم سائل هنا مثلا مختلف، هنا مثلا ميه، هنا مثلا بترول في الجزء اللي هو في المتر الثاني، في الجزء الثالث عندي مثلا مش عارف زيت، الجزء الرابع عندي زئبق، اي حاجه يعني. فانت في كل، بافتراض ان كل متر الكثافه بتاعته ثابته، فمعنى ان انا اقول ان البروبابيلتي في المتر ده، ان الدنسيتي اسف في المتر ده بتساوي 10، او ان الدنسيتي في الجزء ده بتساوي 10، ان انت لو خدت متر هنا بالظبط هيكون كتلته 10، ان كتله المتر بتساوي 10 كيلو جرام مثلا. طيب لو انا مش بقول، لو انا ما عنديش الكيس اللي هو انا عندي الدنيا كل متر شبه بعضه بالشكل ده، فايه معنى ان يكون عندي probability function او density function؟ density function عاديه في الفيزياء عامله كده، فقيمه الدنسيتي هنا مثلا بتساوي القيمه دي، بتساوي مثلا 500 ولا حاجه. ايه معنى الرقم ده؟ معنى انت لو جيت هنا، انا بتكلم على length probability اللي هي length density اسف، فانا عندي اكس هنا كده، معنى ان الدنسيتي هنا 500، معنى انت لو خدت جزء صغير كده دي اكس صغير، طول صغير جدا اسمه دي اكس، وحبيت تحسب الماس بتاعه هتكون ماس صغيره، هتبقى دي ام، فدي ام دي هتساوي الرو اللي هي 500 في الدي اكس،
فده معنى البروبابيلتي، ان انت لو انت خدت دي اكس صغير جدا 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 وعايز تحسب الدي ام بتاعته، الكورسبوندنج دي ام، كورسبوندنج ماس، ساعتها هتكون الدي ام بتساوي 500 اللي هي قيمه الكثافه في دي اكس، اللي هي يعني بتساوي رو او رو لينث يعني في الدي اكس. وبالتالي تقدر تعرف الرو ال ان هي عباره عن تفاضل الكتله دي ام باي دي اكس، لو انا بتكلم في الفيزياء في الفيزيكال وورلد يعني. فالكثافه هي الثابت او الرقم، مش لازم يكون ثابت، يكون فاريبل عادي، اللي بيربط ما بين الكتله وما بين اللينس لو انا بتكلم على كثافه طوليه. حلو. طبعا نلاحظ حاجه ظريفه جدا، ان ارتفاع الاف فانكشن دي ممكن جدا يكون كبير، ممكن يكون الكثافه كبيره، يعني مفيش مشكله ان يكون كثافه مثلا سائل بترول كثافته مثلا 1000، ولكن لازم يكون الاريا اندر الكيرف لازم تكون واحد، لان انا عندي الكونديشن ده ان لازم ده يكون واحد. وبالتالي في البروبابيلتي وورلد انا لازم دايما يكون الشيء اللي معايا اللي انا بحسب كتلته لازم اضمن ان كتلته تساوي واحد. انا دايما عندي مجموع الكتل بيساوي واحد دايما، سواء في الديسكريت او في الكونتينوس. فلو انا جايب سائل تقيل انا دايما عايز يكون كتله السائل اللي معايا كلها واحد. لو سائل اصلا كتلته ضخمه جدا زي البترول مثلا او كثافته ضخمه جدا زي البترول، هجيب حبه بترول صغيرين. بينما لو انا مثلا السائل بتاعي ميه هجيب حبه ميه اكتر، لو هواء خفيف هيبقى حبه هواء اكتر. وبالتالي هلاقي ان انا دايما 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 الاريا اندر الكيرف بتساوي واحد. لو الارتفاع كان كبير قوي لازم يكون عرض الكيرف بتاعي يكون صغير، لازم يكون التشويسز بتاعتي الرينج بتاعها صغير. بينما لو الرينج بتاع التشويسز بتاعتي كبير لازم يكون ارتفاع الفانكشن قليل بسكيل قليل، يعني بحيث ان انا اضمن دايما او انفورس دايما ان الاريا اندر ذا كيرف لازم تساوي واحد. حلو. اخر حاجه قبل ما اقفل الفيديو ده، تعالى برضو نشوف كده ايه. لو انا عندي probability density function وده x وادي ال f of x كده، فانا ممكن افكر في الارتفاع ده كده ان انا عندي زي ما قلت من شويه عندي بار جواه سائل، بار جواه سائل ماشي، والسائل ده كثافته متغيره بحيث ان لو عندي سوائل كتير مثلا، فالسائل هقدر افكر فيه ان ده لازم يكون بار جواه سائل، البار نفسه الفريم نفسه كتلته ملهاش كتله، يعني ده مجرد افتراض كده، وان السائل هنا كثافته بتساوي قيمه الفانكشن، ففي الرينج ده كثافه السائل ده مثلا قليله، طبعا هي فاريبل بس قليله، بينما هنا انا عندي كثافته كبيره. ماشي، مفيش مشكلة إن أنا يكون عندي هنا مثلا لو هو هنا من مش عارف 0 لحد 1 لحد 5 لحد 7، ما عنديش مشكلة إنه يكون طول كبير. بس طالما الرينج ده أكبر من الواحد لازم يكون الارتفاع صغير عشان تكون الأريا واحد زي ما قلنا في الآخر يعني. وبالتالي عندي هنا ده الكثافة الطولية هنا هتكون أكبر من الكثافة الطولية في الأول، وهتكون أكبر من الكثافة الطولية في الآخر وخلاص. طب ده كده في حياتي أنا عندي فاريبل واحد بس، وبالتالي بتعامل مع كثافة طولية وطول لو أنا عايز أموديل الكلام في دماغي. طب لو أنا عندي probability فيها كذا فاريبل، ده بيحصل كتير، أنا عندي مثلا إكس وواي، هنتكلم بعد كده كتير عن حاجة اسمها الجوينت probability وحاجات زي كده. ماشي، مثلا لو ده الطول وده الوزن، فانت ايه البروبابيلتي ان يكون طولك كذا ووزنك كذا مع بعض؟ دي بتكون فانكشن اسمها اف اوف اكس وواي. لو انا عايز اعمل لها موديلنج بالفيزيكال وورلد ممكن افكر ان انا عندي زي ما قلت كده شيت اوف بيبر، شيت اوف ازاز مثلا، وجواه سائل برده، كانه شيت كده جواه سائل، ولو عندي الفانكشن دي متغيره برده، فكثافه السائل في كل دي اي في كل دي اريا او في كل دي اكس دي واي ممكن تكون مختلفه عن الثاني عادي خالص. وبالتالي برده لو السائل ده لو البتاع بتاعي ده الرينج بتاعه صغير مثلا من 0 لحد 1 من 10 من هنا ولحد 1 من 10 هنا، فهو الاريا بتاعته كلها صغيره، وبالتالي الكثافه ات اني بوينت ممكن تكون كبيره عادي، لان ده هيكون كايند اوف معناه ان انا عايز اجيب كتله 1 كيلو جرام من سائل كثيف جدا، فبضطر اجيب حجم قليل منه او اريا قليله منه لو انا بتكلم عن كثافه طوليه. لو كثافه حجميه اللي هي الحجم العادي خالص مش هعرف ارسمها، لان هضطر ارسم حاجه في الفور دايمنشنز دي مش هعرف ارسمها. طبعا ارتفاع الفانكشن يكون حاجه عامله كده في ال 3 دي لو انا يعني ايه برسم، فبرسم الفانكشن في ال 3 دي. لو انا عندي اصلا 3 فاريبلز مش هعرف ارسم اكتر من كده. حلو. في الفيديوهات الجايه انا هبدا اتكلم كتير عن تفاصيل اكتر بخصوص الديسكريت بروبابيلتي، وبعد كده هرجع تاني بعد حبه كده كويسين اتكلم تاني عن الكونتينوس بروبابيلتي ديستريبيوشنز اللي احنا عندنا في الماشين ليرنينج. ساعات بنستخدم ديسكريت وساعات بنستخدم كونتينوس على حسب البروبلمز بتاعتنا عايزه مننا ايه يعني. تمام.